اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظ من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتي.